انت بتسال واجي لحضرتك في الاول، انت حضرتك تابعتي مباراه السوبر ليد الرجال في الملعب، وتابعتي ايضا مباراه السيدات، حضرتك متابعه عن قرب البطوله. كلميني عن البطوله وكلميني عن الفوائد، فوائد اشتراك فريق السيدات في هذه البطوله. بالنسبه للكاس السوبر، هنتكلم عن كاس السوبر بالنسبه للاهلي الرجال الاول. تابعتيه في الملعب وبعد طبعا كده؟ كنت موجوده، ويعني ما حصلش نصيب والماتش خلص فرق واحد. تاني يوم على طول ابتدينا بطولة افريقيا. بس انت حضرتك متفقه معايا ان ماتش السوبر اتخطف في الاخر؟ لان احنا لغايه دقيقه 25 فرق 2 للاهلي، وطول الماتش الاهلي كان هو الاقرب للفوز. تمام. يعني حضرتك متفقه معايا، حتى نجوم الاستوديو التحليلي اكدوا كلام حضرتك. فبناخد راي برضو مزيد من النجوم حوالين ماتش السوبر. يعني كان ناقص 5 دقايق وكان في فرق، كان فرق جونين للاهلي. في الخمس دقايق دول الموازين اتقلبت خالص. صحيح. في ضربه جزاء ضاعت، في كورتين جم في العارضه، في ايا كان الاسباب لم نوفق في الاخر. وانتهت اللقاء بفوز الزمالك فرق واحد. تمام. بالنسبه لبطوله السوبر بقى، البطوله الافريقيه، تقييمك ليها على مستوى السيدات؟ بالنسبه للسيدات طبعا عدد الفرق هم كانوا 10 وفي فريق انسحب فبقوا 9 فرق. تمام. ده بالنسبه كبطوله افريقيا، ان 9 فرق في بطوله سيدات ده يعتبر عدد بالنسبه للفرق. صحيح. طبعا البطوله معموله في مصر، فنادرا لما حد بيعتذر يعني. بالنسبه للنادي الاهلي، اخر مره اشترك في بطوله افريقيا كانت في المغرب من 3 سنين، 2015 2016. تمام. دي كانت اخر مره اشترك. تمام. خلال الثلاث سنين دول ما فيش اي اشتراك او اي احتكاك افريقي، وقبل الثلاث سنين دول برضو ما كانش فيه لمده مثلا مش اقل من 10 15 سنه ما فيش برضو اي احتكاك افريقي. صحيح. بس بالنسبه طبعا لفرقه السيدات، يعني انا من وجهه نظري ان الماتش امبارح كان ماتش هايل، ان هم يطلعوا فرق واحد مع فرقه كبيره كده. وحتى ماتش الافتتاح فرق 5 دي ما كناش بنشوفها مع فرق افريقيا. برافو عليكي. صح. يعني برضو اتفق مع حضرتك في الراي. يعني بالنسبه، يعني مثلا ايام ما كنت بلعب وفي الاحتكاكات الافريقيه كنا بصراحه بنطلع فرق اكتر من كده بكتير. فمعنى ان فرق 5 وان هم والجيم في الملعب. بالظبط. الجيم في الملعب والاخر وقت البنات بتحاول، والبنات برضو يعني بالنسبه للنفس وبالنسبه لل يعني البنات ما وقعوش لغايه اخر الماتش. صح. طبعا في فرق جامد في القوه البدنيه. دي لقطات من مباراه امس للساده المشاهدين اللي ما شافوهاش. يعني امبارح يعني النادي الاهلي خسر فرق جون واحد، ولكن النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا مع بطل الكونغو. اتفضلي يا فندم. فكبدايه للاحتكاك الافريقي تعتبر كويسه جدا. وبعدين فرقه النادي الاهلي ما كانش فيه معسكر خارجي، لان طبعا لسه الكاس خلصان، بطوله الكاس وبطوله الدوري، فما كانش فيه وقت اصلا للاحتكاك الخارجي. فيعتبر كانت فتره الاعداد فتره اعداد داخلي. صحيح. الدعم بتاع اللعيبه ما توفقناش فيه. رحاب ومروه عيد، لان هم مرتبطين في الوقت ده بماتشات مع فرقهم في فرنسا. بالظبط. فطبعا دول كانوا يفرقوا معانا جدا. صحيح. لان الاحتكاك هما يعني الفرق بيننا وبين الفرق افريقيا، ان هما يعني احنا لغايه 2098 واخدين بطوله افريقيا بالنسبه للبنات. بعد السن ده نبتدي بقى درجه اولى في مصر، مفيش منتخب درجه اولى، فمفيش احتكاك. فهم بقى هناك هما بيشتغلوا واحنا مفيش شغل. صحيح. بالنسبة بس انا بتهيألي ان شاء الله الاتحاد اليد بعد المباريات دي اكيد نفسه هتتفتح الحقيقه، واكيد هيقف جامد جنب فريق السيدات. اكيد طبعا. أكيد. وبالنسبه مثلا يعني احنا مستعينين باثنين من سبورتنج، هما نفس وضع بناتنا برضو. ما فيش احتكاك خارجي بالنسبه لهم. ياسمين ومي. ياسمين النصر ومي. والناصر ومي. الناصر ومي. بس كبدايه برافو. برافو عليهم الحقيقه. وهم الماتشين ابهرونا. هو ماتش النهارده بصراحه صعب. لا صعب، احنا متفقين على كده. بس لان ده انجولا اصلا كل سنتين بتدخل كاس عالم. انا عايز اقول لحضرتك الفرقه دي واخده سوبر افريقيا 7 سنين، المره اللي فاتت دي كانت 7 مرات بتمثل القاره الافريقيه في السوبر الجلوبال او يعني السوبر العالمي 7 مرات ورا. بالظبط. هي على طول بتتاهل لكاس العالم. بالظبط. فالفريق قوي. خلينا نشوف بناتنا تلعب النهارده كما عودونا بكل جديه، وان شاء الله يقدموا مباراه كبيره باذن الله. اجيلك.